السلام عليكم أعزائي الطلاب، سنبدأ اليوم بإذن الله بحل تمارين Activity Book لموديول 5 You Can Do It. لكن قبل ذلك سنشاهد حلول تمرين الكلمات المتقاطعة من كتاب Student. الحلول هي: الكلمات الأفقية كانت Pitch, Referee, Net, Judo. العمودية Racket, Umpire, Court, Tennis. نعود للتمرينات. بسم الله نبدأ. First section vocabulary. Read the sentences. Then label the pictures using the vocabulary from module 5. علينا أن نضع كلمة مكان هذه الصورة. To be a good. هنا فراغ. You have to see well and be good at taking decisions. لتكون كلمة عليك أن ترى جيدا وتكون جيدا في اتخاذ القرارات. من هذا الشخص إذن؟ هو الحكم. To be a good referee. 2. The school's football. هذه صورة ملعب. Was muddy after the big game. إذن ملعب كرة القدم كان muddy mud طين أو وحل. إذن كان موحلا بعد المباراة الكبيرة. قلنا اسم ملعب كرة القدم هو pitch. 3. A. ثم لدينا صورة ملعب وليس ملعب كرة القدم. هنا كرة السلة أو الطائرة. With no lines isn't useful for basketball or tennis. إذن هذا الملعب بدون أي خطوط مرسومة عليه على أرضيته ليس مفيدا لكرة السلة أو التنس. ماذا كان اسمه؟ قلنا كرة القدم بيتش وكرة السلة كورت. 4. Unfortunately لسوء الحظ. هدى didn't hit the ball over the. هدى لم ترمي الكرة فوق هذه الشبكة. And lost the game وخسرت المباراة. الشبكة كان اسمها net. 5. Nader kicked the ball into the. هذا الهدف أو المرمى. Just before the football match ended. إذا نادر رمى الكرة إلى داخل المرمى مباشرة قبل نهاية مباراة كرة القدم. إذا كان اسمه goal. الهدف goal أو المرمى. Grammar. Have to, don't have to, can, can't. قلنا have to يجب عليه أن. Don't have لا يجب عليه. Can, can't. المهم بهذه القاعدة بعد استخدام have to, don't have to, can, can't أن نضع بعدها الفعل مجرد. Underline the correct form of the verbs. ضع خطا تحت الشكل الصحيح للأفعال. Football rules. قواعد كرة القدم. A team has to have 10 players. الفريق يجب أن يكون لديه 10 لاعبين and one goalkeeper وحارس مرمى واحد. A player have to, has to wear a shirt, footwear, pads, shorts and socks. على اللاعب أن يرتدي قميصا، footwear حذاء رياضيا، pads ممكن أن نسميها الوسادات التي توضع على الركبة، shorts بنطالا قصيرا and socks وجوارب. إذن a player مفرد غائب هو. ماذا نستخدم مع هو؟ هل نستخدم have أم has؟ نستخدم has to. مع he وshe وit نستخدم has. إذن a player has to. Players shirts has to have to be very light and comfortable. قمصان اللاعبين يجب أن تكون خفيفة جدا ومريحة. انظروا players جمع لاعبين ولكن بعدها فاصلة علوية. هذه الفاصلة التي توضع قبل اس الملكية أي أن القمصان هي ملكية اللاعبين. قمصان اللاعبين ولكننا لم نضع اس الملكية لأن الكلمة جمع. عندما تكون جمع تنتهي باس الجمع نضع فقط الفاصلة العلوية ولا نضع الاس للدلالة على الملكية. إذن قمصان اللاعبين. قمصان شيرتس جمع. الجمع نشير لها بالضمير they. ماذا نستخدم مع they؟ هل نستخدم has أم have؟ نستخدم معها have. إذن has لا تستخدم إلا مع he, she, it. مع باقي الضمائر نستخدم have. They have to, has to, have the number of the player on the back. من هم they؟ عن من نتحدث؟ نتحدث عن القمصان. القمصان يجب أن يكون عليها رقم اللاعب على الظهر، على ظهر القميص. And the club's badge on the chest. Badge شارة. شارة النادي على الصدر.
إذن badge شارة chest صدر. والكلمة هنا have to لأن الضمير they. The two teams has to have to wear different kit to be differentiated on the pitch. الفريقين يجب عليهم أن يرتدوا كيت عدة أو أشياء. إذن مجموعة الأشياء التي يرتدونها يجب أن تكون مختلفة حتى يمكن differentiate يفرق حتى يمكن تفريقهم على أرض الملعب. The two teams فريقين أي جمع they إذن نستخدم معها have to. To score a goal لتسجل هدفا أو تحرز هدفا. إذن score يسجل أو يحرز هدف. The ball have to and has to cross one of the goal areas. يجب أن تعبر الكرة واحدة من مناطق الهدف. إذن the ball مفرد he أو she أو it هنا it نشير لها ب it نستخدم معها has to. Page 39. Exercise 3. Complete the text with the correct forms of have to and can. سنملأ الفراغات في هذا النص بالشكل الصحيح لhave to أو can. And find out what game it is. وعلينا أن نكتشف ما هي اللعبة التي نتحدث عنها. Then listen and check your answers. ثم سنستمع للنص ونتأكد من إجاباتنا. It's a very fast game. إنها لعبة سريعة جدا. And there are three versions of it. يوجد ثلاثة نسخ لها. In the FIBA في FIBA ترمز إلى International Basketball Federation اتحاد كرة السلة العالمي. And NBA National Basketball Association اتحاد كرة السلة الوطني. إذن Federation اتحاد وAssociation أيضا اتحاد أو الجمعية. إذن في هذه النسخ نسخة FIBA ونسخة NBA each team فراغ have five players. يجب أن يكون لكل فريق خمسة لاعبين. إذن each team هنا مفرد has two. كل فريق يجب أن يكون لديه خمسة لاعبين. However غير أن in the college version في نسخة الكليات كليات الجامعة teams هذه الفرق فراغ have five players. لا يمكن لهذه الفرق أن يكون لديها خمسة لاعبين. إذن قلنا هذه النسخة لديها خمسة. إذن هذه ستختلف. إذن can't have five players. They فراغ have six. يجب أن يكون لديهم ستة لاعبين. إذن they ضمير جمع they have two. They have two have six. In the NBA and the college versions في نسخ الكلية والNBA there فراغ be three referees in each game. يجب أن يكون هناك ثلاثة حكام في كل لعبة. إذن there have to be. But in the FIBA version ولكن في نسخة FIBA there can only be two. يمكن أن يوجد هناك فقط اثنان حكمان. Players اللاعبون فراغ pass the ball with their hands and throw it through a hoop to score points. اللاعبون يجب عليهم أن يمرروا الكرة بأيديهم ويرموها عبر حلقة لتسجيل النقاط. إذن players نستخدم معها have لأنها جمع. Players have to. In the college version في نسخة الكلية either the coach or a player فراغ call time out. في نسخة الكلية يستطيع إما المدرب أو أي لاعب منهم أن يطلب وقت مستقطع. And the game has to last 40 minutes. ويجب أن تستمر اللعبة لمدة 40 دقيقة. إذن أي منهما يستطيع أن يطلب وقت مستقطع يستطيع. Can. He can call time out. Divided into 2 minutes halves. هذه اللعبة التي تستمر لأربعين دقيقة تكون مقسمة على halves مفرد half. Half هو النصف. إذن أنصاف. إذن ستكون مقسمة إلى نصفين كل نصف أو كل قسم منها مدته 20 دقيقة. What game is it؟ ما هي هذه اللعبة؟ هذه اللعبة هي كرة السلة basketball. لنستمع الآن سويا لنص التمرين. Basketball is a very fast game and there are three versions of it. In the FIBA and NBA versions, each team has to have five players. However,
In the college version, teams can't have 5 players. They have to have 6. In the NBA and the college versions, 3 referees have to watch the game. But in the FIBA version, there can only be 2. Players have to pass the ball with their hands and throw it through a hoop to score points. In the college version, either the coach or a player can call timeout, and the game has to last 40 minutes, divided into 2 20-minute halves. Second section, grammar. Have to, don't have to, can, can't. Find 5 mistakes in the use of the forms of have to and can. جد 5 أخطاء في استخدام have to و can. Possible is a sport that was invented in Spain. إذن possible قرأنا عنها في الدرس. هي رياضة تم اختراعها في إسبانيا. It is like volleyball. إنها مثل كرة الطائرة. But players can't use any part of their bodies. ولكن اللاعبين لا يستطيعون استخدام أي جزء من أجسادهم. قرأنا في النص أنهم يستطيعون استخدام أي جزء من أجسادهم. إذن كلمة can't هنا خاطئة. يجب أن تكون can يستطيعون. Players don't have to play on a court filled with air. اللاعبون لا يجب عليهم أن يلعبوا على ملعب مليء بالهواء. هذه المعلومة أيضا خاطئة. اللاعبون عليهم أن يلعبوا بملعب مليء بالهواء. إذن players have to play. Each side of the net has to have a trampoline so that players have to jump high into the air. كل جانب من الشبكة يجب أن يوجد فيه trampoline. هذه المعلومة صحيحة. So that players have to jump high into the air. بحيث أن اللاعبين يجب عليهم أن يقفزوا عاليا في الهواء. القفز عاليا في الهواء ليس ضروريا في كل الأوقات في اللعبة. إذن ليس واجبا عليهم أن يقفزوا. هم يستطيعون أن يقفزوا بواسطة الترامبولين. إذن players can jump. Teams don't have to have between 3 and 5 players. الفرق لا يجب عليها أن يكون لديها بين 3 أو 5 لاعبين. هذه أيضا معلومة خاطئة. الفرق تستطيع أن تملك أو يكون لديها من 3 إلى 5 لاعبين. إذا نستبدل don't have to be can. To start the match. لبدء اللعبة. One team doesn't have to throw or kick the ball over the net. فريق منهم ليس عليه أن يرمي أو يركل الكرة فوق الشبكة. أيضا معلومة خاطئة. أحد هذه الفرق أو الفريق الذي سيبدأ عليه أن يرمي. إذن ليس doesn't have to. One team has to. The opponents have to keep the ball in the air. الخصوم يجب أن يبقوا الكرة في الهواء. Page 40. Are these sentences true or false? Correct the false sentences using have to, don't have to, and can, can't. إذن هل هذه جمل صحيحة أم خاطئة؟ Players have to use a racket in judo. اللاعبون عليهم أن يستخدموا المضرب في لعبة الجودو. الجملة false خاطئة. Players can't use a racket in judo. لا يستطيعون استخدام المضرب. B. Women can't participate in the Olympics. النساء لا تستطيعن المشاركة في الألعاب الأولمبية. هل هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ إنها false خاطئة. إذن الصحيح women can't participate in the Olympics. C. People have to play some Olympic sports on a court. الناس عليهم أن يلعبوا بعض الألعاب الأولمبية على ملعب. هذا صحيح. إذن true. D. People don't have to use a ball in football. الناس لا يجب عليهم أن يستخدموا كرة في كرة القدم. هذه الجملة خاطئة. False. الناس people have to use a ball in football. E. You can't compete in surfing in the Olympics. لا يمكنك التنافس في رياضة ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية. هذه الجملة صحيحة. True.
F. Players can compete in chariot racing in the next Olympic Games. اللاعبون يمكنهم التنافس في سباق العربات في الألعاب الأولمبية القادمة. هذه المعلومة خاطئة. Players can't compete in chariot racing. 3. Use these notes to write a paragraph about the Dead Sea Ultra Marathon. استخدم هذه الملاحظات لتكتب فقرة عن سباق البحر الميت للمسافات البعيدة DSUM using باستخدام have to, don't have to, can, can't. If you want to participate in the DSUM, there are some rules that you forget. إذا أردت أن تشارك في سباق البحر الميت للمسافات البعيدة، يوجد بعض القواعد التي أنت تنساها، لا يمكن أن تنساها. That you can't forget. First of all, you make sure you are at the meeting point by 5:30 in the morning. عليك أولا أن تكون متأكدا أن تكون في نقطة الالتقاء في الساعة 5:30 صباحا. إذا you have to يجب عليك أن. You be late or you'll miss the marathon. هل يمكن أن تكون متأخرا؟ لا تستطيع أن تكون متأخرا وإلا فإنك ستفوت الماراثون أو السباق. إذا you can't be late. Second, you bring any bicycle, animal or skateboard to the race course. This will be considered cheating. أنت تحضر أي دراجة، حيوان أو لوح تزلج إلى السباق أو إلى ساحة السباق. هذا سوف يعتبر غشا. إذا لا تستطيع فعل ذلك. You can't bring any bicycle. You run the full course if you want to win the race. أنت تجري المسار كاملا إذا أردت أن تربح السباق. إذا you have to run. عليك أن تجري المسافة أو المضمار كاملا. However, مع ذلك you continue running if you feel too tired because you might hurt yourself. إذا أنت قد تؤذي نفسك. هل عليك أن تتابع المسير إذا شعرت بالتعب الشديد؟ لا. إذا you don't have to. بنفي have to نستخدم don't. لو كان لدينا بدل you he أو she أو it نضع doesn't. Whether you win the marathon or not, سواء ربحت الماراثون أم لا, don't forget to enjoy the race. لا تنسى أن تستمتع بالسباق. Page 41. Vocabulary Corner. Look at the clues and write the sports in the puzzle. انظر إلى الأدلة واكتب الرياضات في الأحجية. لدينا هنا بشكل أفقي أسماء أنواع رياضة وقد وضعوا لنا الحرف الأول من اسم كل رياضة. وهذه الصور أيضا توضح لنا ما هي الرياضة. هذه الرياضة ما اسمها؟ يرمون بها قرصا على الجليد. ما اسم هذه الرياضة؟ إنها الهوكي. بالعربية والإنجليزية نفس الكلمة هوكي. الصورة الثانية لرياضة المبارزة وهي تبدأ بحرف الإف. نتذكر أن كلمة مبارزة كانت فنسينج رياضة المبارزة. الصورة الثالثة لكرة الطائرة. كرة الطائرة هي فولي بول. الصورة الرابعة لتنس الطاولة وهي تيبل تنس. الخامسة لألعاب الجمباز جيمناستيكس. السادسة الغوص في الجليد آيس دايفينج. الآن ضعوا هذه الكلمات هنا في هذه المربعات، ثم ستظهر لديكم كلمة هنا رقم 7. بعض الأحرف مفقودة، عليكم أن تحذروا ما هي. وهي ليست كلمة واحدة وليست رياضة، هي عبارة عن جملة. حاولوا معرفتها بأنفسكم.